عندنا كمان شوية أسئلة عن اللوجستيات، هيحصل إيه الوقت اللي جاي؟ أنواع الصناعات اللي هيتم الاهتمام بيها. عشان كده إحنا سعداء جدا ومتشرفين إنه معانا اتنين من أعضاء فريق المبادرة الوطنية ابدأ، الأستاذة دينا الدليل عضو فريق المبادرة الوطنية ابدأ. مساء الخير عليكي وأهلا بيكي. مساء الخير يا فندم. والأستاذ محمد عبد السميع عضو فريق المبادرة الوطنية ابدأ، أهلا بيك برضو أستاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. انا يعني طلبت كده واستاذنت ان انتوا الاثنين تبقوا معانا مشرفينا، عشان انا عارفه ان انتوا اصلا فريق واحد، لكن الاسئله اللي عندي كتير، فنفسي افهم لوجستيا وعن انواع الصناعات. هبدا معاكي يا استاذه دينا بعد اذنك، قولي لنا ايه انواع الصناعات اللي على قائمه اولويات ابدا، وبالتالي يتم تشجيعها اكتر واسهل مثلا في التنفيذ، فهنبدا بيها. تمام. طيب احنا حاليا المبادرة بتشتغل على ثلاث محاور رئيسية، هي محور المشروعات الكبرى ومحور دعم الصناعة ومحور التدريب. بالنسبة لمحور المشروعات الكبرى، احنا حاليا بنشتغل على 64 مشروع في عدة قطاعات. احنا بنستهدف كل القطاعات اللي فيها فجوة استيرادية، زي مثلا قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية، قطاعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، قطع غيار السيارة، سيارات ووسائل النقل، الصناعات المعدنية، قطاع المحركات، قطاع المولدات الكهربائية، قطاع المعدات الثقيلة. دي نماذج من القطاعات اللي احنا بنستهدفها، بس احنا بنستهدف كل القطاعات اللي فيها واردات. يعني أستاذة دينا ممكن حضرتك تشرحي لنا وتشرحي للناس يعني إيه فجوة استيرادية؟ يعني هي صناعات موجودة بالفعل في مصر، لكن إحنا بنحتاج لها صناعات أو منتجات مغذية مثلا بنستوردها كلها؟ في كذا نوع الحقيقة. في منتجات لأول مرة هتكون بتصنع في مصر، إحنا حاليا بنستوردها بالكامل. في حاجات بتصنع في مصر لكن بنحتاج ان احنا نستورد منها برضو بكميات كبيره، ففي مصانع داخلين معاها في توسعات علشان نزود الطاقه الانتاجيه بتاعتها. في الحقيقه كمان نجحت المبادره ان هي تجمع متنافسين داخل القطاع الواحد لتوصيل صناعات مغذيه تتطلب الانتاج بحجم كبير، زي مثلا قطاع الاجهزه الكهربائيه المنزليه. كمان نجحت المبادره ان هي تحول مستوردين الى مصنعين. فدي كلها كانت نجاحات الحقيقه للمبادره. تحول مستوردين الى مصنعين، يعني لو حد بيستورد حاجه، ده دي جمله مهمه قوي، هو عارف اهميتها للسوق المصري مش كده؟ بالظبط. وعارف يوزعها فين، فاحنا ممكن نقول له طب تعالى نساعدك ونعمل مصنع للمنتج ده في مصر. بالظبط بالظبط، ده حصل فعلا الحقيقه في كذا حاله. كمان المبادره حققت ايجابيات كتير في تجميع رجال الاعمال. احنا هنا طبعا بنحب ان احنا نشيد بدورهم، ان هم استجابوا للمبادره لثقتهم في المبادره ودعم السيد الرئيس الجمهوريه للمبادره. فده كان بالنسبه لمحور المشروعات الكبرى. طيب اوكي اتفضلي. كمان بنشتغل في محور دعم الصناعات، احنا بينقسم العمل فيها الى شقين، شق لتقديم الدعم الفني والمالي للمصانع المخلفه والمتعثره، بنساعدهم على تقديم اوضاعهم، شق ثاني لتوصيل صناعات متكامله بمراكز حياه كريمه. ايوه. كمان بنشتغل على محور البحث والتدريب، ده برضه من المحاور المهمه. قبل ما اسيب بس الصناعات، قبل ما اروح للبحث والتدريب، في مراكز حياه كريمه احنا هنعمل توطين لصناعات، بمعنى برضو حضرتك اشرحي لنا اكتر، يعني انا لو مركز من المراكز او القرى اللي تم تطويرها، ممكن نقول كل شباب القريه دي ممكن يتعمل لهم مصنع صغير بيصنع مثلا، خليني اقول مسامير، فالقريه دي عشان دي قريه مشهوره بالتراث فدي بتصنع مثلا منتجات غذائيه بالشكل ده، يعني بشكل مرتبط بالبيئه وبالقرى نفسها. بالظبط، يعني احنا بنشوف كل قريه ايه الميزه التنافسيه اللي فيها في الصناعه. يعني مثلا ناخد قريه مثلا زي دمياط، ان هم مشهورين مثلا بالاثاث، فاحنا ازاي بنستهدف ان احنا نوطن مثلا صناعه الاثاث في دمياط. وطبعا برضو مرتبط بيها ان احنا بنشتغل ان احنا بننمي الموارد البشريه في قرى حياه كريمه، بنقدم التدريب الفني والتدريب المهني، ان احنا بنرفع الكفاءه والانتاجيه كمان بتاعه العاملين فيها بما يلبي احتياجات سوق العمل. مين شريك التدريب في هذه التنميه البشريه اللي هي العضو الفاعل والاهم؟
الأكاديمية الوطنية للتدريب عندنا شريك استراتيجي. إحنا هدفنا برضو توفير عمالة مثقفة ومدربة طبقا للمعايير الدولية. دي حاجة عظيمة.